جمهور الاهلي اللي على الحلوه والمره معاه، اهلا بيكم في حلقه جديده من الاهلي خط احمر. اهلا بيك يا اسامه. اهلا بيك يا فارس، واهلا بكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. اهلا باعظم جماهير في الكون، سيد القاره الافريقيه. النادي الاهلي سيبقى دائما رقم واحد ان شاء الله. وعشان النادي الاهلي رقم واحد فلازم نفتكر حاجه وما ننساهاش، سنة 1976 وتحديدا في 21 مايو، يعني من 45 سنة، كان النادي الأهلي بيحتفل بالدوري ال 13 في تاريخه. أيوه، من 45 سنة كان النادي الأهلي بيحتفل بالدوري ال 13 زي ما اتقال، بفضل الخطيب الفنان وزملائه. بس مش دي الحكاية، القصة مش في إن أنت بتحتفل بالدوري ال 13 من 45 سنة، القصة إن الدوري ده كان وراه حكاية واحد من أشرف وأنبل الدوريات في تاريخ النادي الأهلي، دوري حلال بجد. النادي الأهلي في الموسم ده كان الموسم مقام على مجموعتين، النادي الأهلي تصدر مجموعته وانتظر الفائز من مجموعة الزمالك والمحلة اللي كانوا بيتنافسوا لحد الجولة الأخيرة، والزمالك محتاج يكسب المحلة. على ملعبه الزمالك بيلاعب المحلة والجمهور منتظر ان الزمالك يتفوق. المحلة بيسجل هدف في الدقيقة 5 لعمر عبد الله، وهدف للشناوي في الدقيقة 25. في الدقيقة 26 طوبة بتيجي في راس عمر عبد الله عشان الدم يسيل منه، ولاعب المحلة نتيجة اصابته بيقرر الحكم رزق شحاتة ان هو لا يستكمل المباراة. كل الناس اعتقدت ان الملعب ملعب الزمالك، والمتفوق كان المحلة، والجمهور جمهور الزمالك، واللي اتضرب كم المحلة. النتيجة الطبيعية احتساب المحلة فائزا، بس ده ما بيحصلش. اللي بيحصل ان اتحاد الكورة اللي كان فيه حسن عامر وكيل الاتحاد ورئيس نادي الزمالك بيقرر قرار غريب جدا، وهو ان الاسبوع اللي بعده تقام المدة المتبقية من مباراة الزمالك والمحلة. المحلة بيرفض تماما لانه صاحب حق، وبيهدد باللجوء للقضاء. المجلس الاعلى بيتدخل وبياخد قرار ان اتحاد الكرة قراره لا ينفذ. اتحاد الكرة بيحاول يخرج من المأزق ويقول انا مش مستكمل المسابقة كلها في موسم 76. النادي الاهلي بيرفض لان ده اعتداء على حق صريح ليه، وهو بطل مجموعته وحامل اللقب الموسم اللي قبلها. مش كده وبس، اتحاد الكرة بيحاول يخرج من المأزق ان تعالى النادي الاهلي بطل الدوري باعتباره متصدر مجموعته وبطل الموسم اللي قبله. هنا اي واحد فينا واي واحد طبيعي هيقول ان مفيش مشكلة ان انت بتمنح لقب دوري وانت مش طرف في الازمة. النادي الاهلي بيرفض لانه بيسعى لبطولة حلال بجد، وبيتضامن مع المحلة في مطالبه، ونتيجة ده اتحاد الكورة ما بيلاقيش مفر غير انه يعمل مباراة فاصلة بين الاهلي والمحلة بيتفوق فيها الاهلي 1-0 و4-0، وبنحقق الدوري ال 13 اللي اهم من رقم 13 هو ان بطولة النادي الاهلي جسد فيها يعني ايه دوري حلال، يعني ايه مبادئ، يعني ايه شموخ وكبرياء النادي الاهلي، يعني احنا مش عايشين على شعره. كل الدوريات اللي خدها النادي الاهلي يا فارس كلها دوريات النادي الاهلي خدها بتعب وبجهد وبعناء وبتفوق كاسح على منافسيه. الطوبه اللي اترمت في ماتش الزمالك وغزل المحله 76 فجرت الازمه في معسكر نادي الزمالك، فقرروا عدم الاشتراك في مسابقه كاس مصر او عدم استكمالها اعتراضا على القرار. سبحان الله، بعد سنتين بالظبط نفس الطوبه في مباراه الزمالك والمحله عشان تيجي تمنح نادي الزمالك وقتها مسابقة الدوري العام سنة 78 بهدف اعتباري، ده غير طبعا إلغاء هدف للنادي الأهلي في المباراة الأخيرة أمام غزل المحلة، محدش عارف لغاية دلوقتي هو اتلغى ليه من تصويبة للاعب الأهلي جمال جودة في الوقت طبعا اللي كان الزمالك بيلعب مع الإسماعيلي في الإسماعيلية، وكانت الأخبار بتتناقل بالراديو، وطبعا الأهلي جاب جول في الثاني في الثالث في الرابع في المباراة هناك في الإسماعيلي. الكابتن أسامة خليل كان نفسه يبقى هداف، لقى إن بين الشوطين الأمر مش مستحق إن هو يكمل المباراة. فاز الزمالك 2-0 وفاز بفارق هدف اعتباري في مباراة الزمالك والمحلة. عادة الطوبة معانا في مباراة الزمالك شهيرة جدا، زي بالظبط طوبة رضا البلتاجي أيضا في مباراة الزمالك والمقاولين،
كان الزمالك متأخر بهدف، ولكن رضا البلتاجي بتيجي كنز في أو كان في وجهه من مدرج نادي الزمالك. وكلنا عارفين النادي المقاولين ملوش جماهير، وبيكون القرار إعادة المباراة في الوقت اللي المفترض يكون القرار احتساب نادي المقاولين فائزا، للدرجة اللي الكابتن رضا البلتاجي بعد سنين طويلة جدا لما طلع وقال لو كنت أعرف أن اتحاد الكرة هياخد قرار بإعادة المباراة أنا كنت استكملت المباراة، أنا لما ألغيت المباراة كان القرار هو فوز المقاولين العرب. لكن المباراة دي كانت قبل مباراة نهائي نادي الزمالك في أبطال الكؤوس أمام كانون ياوندي، فكان المفترض أن أنت تهيئه نفسيا للعب المباراة دي. حكاية طوبة وحكاية دوري 13 خدناه من 45 سنة، وحكاية النادي الأهلي اللي ما بيقبلش أن ياخد بطولة غير بتعبه وبجهده وبجهد لاعبيه وجهازه الفني، ودايما الداعم الاول والاخير والسند هي جماهير النادي الاهلي. دوريات كتير بتيجي وبتروح، لكن سيبقى النادي الاهلي دائما رقم واحد.